يضم بين ظهرانيه الله ثلاثية دائما محلاها. وقبل هذه المباراة كانت مباراة حقيقة ثلاثية على طرات حسين البنوشي محمد العمير الكويتي وعبد العزيز كرة ميثم في الملعب ايضا الله المنتخب القطري. شوف عملية ستيل سرقت الكرة من ميثم، يا سلام هذا الحصان ايضا ثلاثية للمنتخب القطري، يا سلام حلوة من احمد عبد العزيز. عبد العزيز محاولة ايضا من ومتابعة ايضا علي عباس ثلاثية خطأين شخصيا على منتخب دل ولكن تنشد كابتن عبد الحميد ايضا محاوله ثلاثيه يدربهم مدرب كبير كبير يضع كل المباراه الثالثه والبحث عن الفوز الثالث لنتساوى. سالم يا سلام سرحان يسجل، هذا اللاعب الصغير ايضا يسجل ويجعل النتيجه